سؤال بعد هذا يقول السائل الكريم: كما تعلم في البلاد الغربية يشتكي الزوج والزوجة في البيت، يؤول البيت لأحدهما بعد وفاة أحدهما، هل هذا جائز؟ خاصة أن الزوجين يفضلان أن يستمر الأمر على هذا المبدأ بإذن الله. تمام. ثم يتابع السائل فيقول أو السائلة: هل يجب استئذان الأولاد أم يجوز طالما كان هذا قانونا مسموحا به في البلد الغربي الذي نقيم فيه؟ نقول للسائلة الكريمة: لا يخفى أن جميع ما تركه المتوفى بعد وفاته يكون ميراثا شرعيا لورثته الشرعيين بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا، إلا ما كان قد وهبه أحد الزوجين للآخر في حياته عطية ناجزة نافذة، فهذا بعينه يخرج من الميراث، فليس مرد الأمر إلى ما يهواه الزوجان ويفضلانه، بل إلى ما فصل فيه الشارع وجعله قرآنا يتلى. وإذن الأولاد في التنازل عن بعض حقوقهم إنما يكون معتبرا بعد الوفاة، عندما تأتي لحظة استحقاق الميراث، ولا قيمة لما يكون من ذلك في حال الحياة إذا تعلق الأمر بوصية وتمليك مضافا إلى ما بعد الموت، لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أما العطية في حال الحياة الأمر فيها واسع، لكن بشرط أن تتم الهبة بالقبض وبالحيازة، ولا تكون مجرد وعد أو عطية لم تتم حيازتها. الدليل أن أبا بكر الصديق كان قد نحل ابنته عائشة جادة 20 وسقا، يعني حصاد 20 وسق من ماله بالغابة، لكن لم تكن قد أخذته بيدها، لم تكن قد حازته. فلما حضرت الوفاة قال: والله يا بني، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. معنى دقيق ربما يغيب عن كثير من الناس. أحيانا الأب يحب يعطي أحد أولاده أو زوجته عطية في حياته، وربما الكلام كده شفوي، ما فيش فيه إجراء عملي يمكن المحب له من الحيازة والقبض، وقد يكتب له ورقة عرفية بهذا، وقد حدث مع كثير ممن نعرفهم، فلما مات قدموا الورقة العرفية دي فلم تغن شيئا، لسه المال على ملاك المورث وفي حيازته وتحت يده إلى أن مات، فالهبة تلغى، العطية لا قيمة لها، العطية تنشأ بالعقد لكن لا تتم إلا بالقبض، إذا لم تقبض فهي ميراث. ولهذا كلام سيدنا أبو بكر: فلو كنت جددتيه قطعتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله عز وجل. ثم تبقى يعني كلمة تعليق أخيرة: أن السماح القانوني، القانون يجيز هذا في البلد الذي نعيش فيه، السماح القانوني لا يغير به الشرع، لا تبدل به أحكام الله، الحلال ما أحله الله ورسوله، الحرام ما حرمه الله ورسوله، الدين ما شرعه الله ورسوله، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً.